الموسم ال 12 عبقرية المدارس ومباراة متكافئة وصعبة جدا في دور ال 32، وهفكركم بالنتيجة. السويدي الرسمية للغات الشرقية 85، إسنا الثانوية بنين، الأقصر 80. محمد علاء، ايه رأيك في ماتش النهاردة؟ ماتش صعب يعني، يعتبر منافسة، المنافسين بتوعنا أقوياء، وشايف إن شاء الله ربنا يوفقنا ويوفقهم. فعلا بتبقى صعبة لأن المستوى متقارب جدا بالزبط. فسؤال واحد ممكن يشقلب الحلقة كلها. بالظبط كده. أنت عايز تخش طب وعايز تفتح شركة برمجيات. هو الفكرة إن أنا كنت عايز أدخل طب أكمل مسيرة والدي، وفي نفس الوقت يعني والدك دكتور إيه؟ دكتور نساء وتوليد. نساء وتوليد، تمام. وفي نفس الوقت برضو أنا ليا في التكنولوجي كتير، وبحب أدور وأعرف إيه الجديد وإيه التكنولوجي الجديدة اللي بتنزل وكده، وبتعلم برمجة. فناوي يعني لو ما عجبنيش طب ممكن أعمل كارير شيفت. شوف باباك هيوافق ولا لأ؟ الله أعلم بقى، هيتفاجئ بالكلام ده دلوقتي. آه دلوقتي بيسمع كلام على الهوا. لا هيقول لك محمد وبعدين. طب يا محمد تطلع دكتور زي باباك، صح؟ بيقول لك كده ولا لا؟ حصل. شفت محمود عبد الرؤوف، دكتور محمود، عايز تبقى دكتور ايه؟ جراحة. اشمعنى جراحة؟ مجال صعب اصلا يعني، ما انا عارف هو عشان مجال صعب هتروح له. صعب، انا بحب الصعب اصلا. بص، هو طبعا مجال صعب جدا، مش صعب بس، ولكن اللي بيبقى عنده شغف وحب وبيشتغل من قلبه وبضمير بينجح. ربنا يوفقك يا محمود في مشوارك، وربنا يكرمك وتخش كليه الطب وتحقق حلمك. ناحيه تانيه، صلاح الدين سياسه واقتصاد، راجل دبلوماسي. لو هتمثل مصر وهتختار بلد، ايه البلد اللي تحب تسافرها كدبلوماسي مصري في اول رحله ليك؟ الصين. اشمعنى الصين؟ شايفها تبقى القوة العظمى للعالم. هي تقريبا بقت القوة العظمى طبعا، اقتصاديا هي ابتدت تسيطر بالكامل. صح، ربنا يوفقك. ماتش النهاردة ماتش صعب، ونهايته هتبقى للأسف الشديد درامية، هنشوف. ودلوقتي مع آخر فقرة، واللي هتحسم مين اللي هيوصل لدور الستاشر، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. محمد حسام من إسنا، اتفضل يا محمد. محمد حسام، والسؤال الأول، قدرات ذهنية، يا ترى السؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 20 نقطة. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية، 162 في 6 زائد 126 في 2 زائد 62 يساوي كام؟ عشر ثواني، خمس ثواني. الوقت خلص، عايز إجابة حالا. معندناش. مفيش إجابة. خلاص، الإجابة الصحيحة 1286. هارد لك. السؤال الثاني، مريم الكفراو، اتفضلي يا مريم. السؤال الثاني، وهنشوف موضوع السؤال ايه. سويتش يا مريم، معناها مدرسة إسنا هتختار موضوع السؤال، تحبوا يتسألوا في ايه؟ رياضة. سؤال في الرياضة، يا ترى السؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 20. بـ20 نقطة. رياضة، والسؤال هو: من هو اللاعب البلغاري الوحيد الحاصل على هداف الدوري الإنجليزي لكرة القدم حتى عام 2021؟ سجل 20 هدف بالتساوي مع كارلوس ديفيز في موسم 2010-2011. ثانيتين. أحمد أمين، إجابتك؟ بوشكاش. طبعاً إجابة إيه؟ خاطئة 100%. لا، إجابة مضحكة. دي تضحك دي يا أحمد. في إجابة ولا فيش إجابة؟ ما فيش إجابة.
الإجابة الصحيحة ديميتار بيرباتوف. ما سمعتوش عنه؟ لا خالص. سمعتوا عنه بس أنا من... كان فين بقى؟ يونايتد صح؟ كان في توتنهام يونايتد والمان يونايتد بالظبط كده يا أحمد. السؤال الثالث خالد مجاهد. خالد مجاهد والسؤال الثالث وهنشوف موضوع السؤال ايه. فنون، عندك سؤال في الفنون، يا ترى السؤال ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ 30 نقطة. دوس على البازر. فنون، والسؤال هو من قام بإخراج مسلسل التوأم؟ ده من تأليف يسري الجندي، بطولة ليلى علوي، يوسف شعبان، أبو بكر عزت، ومحمود الجندي. محمد جاد. عثمان أبو لبن. محمد جاد إجابة خاطئة. طه. شريف عرفة. شريف عرفة طبعا إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة مجدي أبو عميرة، من أشهر مخرجين الدراما. لما بنسأل سؤال زي ده لازم تروحوا لمخرجين دراما. سؤال الأخير سيف محمد. سيف محمد والسؤال الأخير للسويدي الشرقية. علم، علم يعني جغرافيا، تاريخ، أدب أو علوم. يا ترى السؤال ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ 20. تفرق في ايه؟ 30. طبعا عشان اي نقطة زيادة بتساعد في تطوير المدارس الحكومية. لو جاوبتوا صح ألف مبروك، اتأهلتوا لدور الـ16. لو الإجابة غلط فرصتكم الوحيدة ان انتوا تجاوبوا علشان تتأهلوا لدور الـ16. قبل ما أسأل السؤال عايز احيي المدرستين على أداء ماتش النهاردة. وانا قلت لكم ان ماتش النهارده ماتش هينتهي على اخر سؤال، وقد كان. هنشوف علم، والسؤال هو تاريخ. من هو الرئيس الامريكي الذي شارك في صياغه اتفاقيه فرساي عام 1919؟ من هو الرئيس الامريكي الذي شارك في صياغه اتفاقيه فرساي روزفلت عام 1919؟ روزفلت. روزفلت طبعا إجابة خاطئة. وودرو ويلسون. وودرو ويلسون أحمد عبد الوهاب ب30 نقطة إجابة صحيحة. برافو عليك يا أحمد، برافو عليك يا أحمد. وودرو ويلسون هي الإجابة الصحيحة. وودرو ويلسون هي الإجابة الصحيحة. سؤال ما كانش سهل. طبعا دي اتفاقية أنهت الحرب العالمية الأولى. هارد لوك مدرسة السويدي، هارد لوك بجد. سؤال الأخير كان لازم تفكروا فيه بهدوء أكتر من كده، ولكن هارد لوك. كلنا حي مدرسة السويدي بالشرقية. عايز اروح لمريم. مريم الكفراوي، ازيك يا مريم؟ الحمد لله. مريم بنت العقيد الشهيد احمد الكفراوي، والدك بطل عظيم. شكرا حضرتك. كلنا هنفتكره بالخير دايما، بندعي له، وهو اكيد في مكان احسن من المكان اللي احنا فيه بكتير. مريم انا مبسوط ان انت بتشاركي معانا وانك موجوده معانا النهارده، وعايز اسمع منك كلمه. هو أنا قبل ما أجي أنا ما كنتش عاملة حسابي خالص إن أنا جاية، وما كانش عندي أي، كنت حاسة إن هو أنا مش هاجي. بس أنا لما لقيت إن التيم بتاعي كده اللي هو متعاونين مع بعض وبن أي معلومة بنبقى كلنا سوا فيها، فدي أنا حبيتها، وحبيت إن إحنا كلنا بنتعامل كشخص واحد، مش ناس، مش أفراد كتير. أنتوا تيم وفي تيم وورك بينكم وبين بعض،
وبقيتوا قريبين من بعض، وهي دي ميزة التجربة. أنا مش زعلانة إن أنا خسرت أو فريقي خسر، وهنيجي في الموسم الثاني وهنكسب الموسم الجاي. عايز أرجع لوالدك الشهيد أحمد الكفراوي، الشهيد الساجد، وده لقب عظيم طبعا، احكي لي عنه. بابا كان أي مهمة قبل ما يطلعها كان لازم بيصلي، اللي هو قبل ما يطلع هو بيبقى ظابط ان هو ايه، لا احنا نصلي الاول عشان ربنا يبقى مبارك فينا وفي اللي احنا رايحين نعمله. فهو قبل ما يطلع كان بيصلي الظهر، كان عامل كان حاسس ان هو دي اخر حاجة هعملها، فاللي هو ايه اخر حاجة اعملها في حياتي ان انا اكون قريب من ربنا سجد له، مش عايز حاجة تاني. الله يرحمه، واسمه هيفضل خالد معانا دايما بإذن الله يا رب. واحنا هنسأل عنه قريب في العبقرة. هنسأل عنه. الناس اللي زي والدك دول ناس محظوظة، بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله يرحمه ويغفر له ويصبرنا جميعا على فراق أبطالنا اللي بيشرفونا وبيدافعوا عن أرضنا وبلدنا. مريم أنا مبسوط جدا إن أنت بتشاركي معانا، هنشوفك تاني بإذن الله، وأتمنى لك كل التوفيق. أفضل لاعب في ماتش النهاردة أحمد عبد الوهاب بأربعين نقطة. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 195 نقطة، وكل نقطة بألفين جنيه، بما يساوي 390 ألف جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 2,440,000 ألف جنيه من البنك الأهلي للمشاركة في النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر. بشكر مدرسة السويدي على أداء ماتش النهاردة، لعبتوا مباراة عظيمة فرقت على آخر سؤال، هارد لك فعلا. هنشوفكم بإذن الله مرة ثانية، ألف مبروك لإسنا الأسر. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.